اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا طبعا ردات الفعل الكبيره للقفشه، ممكن للقضيه، ممكن لممكن تاني، واللي عملوا قفشه، والريمونتادا الحمراء الكبيره جدا اللي حولت تاخر الاهلي بهدفين لفوز بالثلاثه. لكن زي ما قلت لكم في العناوين هناك كلام كثير جدا بعظمه لسانه الشناوي. القضيه الكاشفه ليه؟ المهندس عدلي اشار واحنا بنتكلم من شويه قبل الفاصل على هم ليه رجعوا في كلامهم، هو ليه اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره عدلت توصيه لجنه او اداره المسابقات، وقلنا يا جماعه ارجوكم ابو فاهمين، مئات بل الاف القرارات اتخذت في الاتحادات وحتى في الانديه ما يصدر عن اللجان هو توصيه، تروح لمجلس اداره الاتحاد او مجلس اداره النادي تعتمد، اما تعتمد التوصيه او تخففها او تلغيها او تزودها، لها مطلق ما تشاء. لكن في هذه الجزئيه لما النادي الاهلي بعت لاتحاد الكره يسال عن السند القانوني لعقوبه لجنه المسابقات او اداره المسابقات لمحمد الشناوي، لما اجتمعت اللجنه الثلاثيه وعدلت القرار، الجمله اللي انا بقول لكم نحييهم عليها لانه ده تصويب لخطا، اعتمد على الاتي وده النص ضمن ما جاء يا باشمهندس في قرار اللجنه الثلاثيه: وتخفيض العقوبه الموقعه على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الاهلي الى مباراه واحده مع تغليظ العقوبه الماليه الى 50,000 جنيه على ان تسدد قبل ان يشارك في المباريات، وذلك بعد، خدوا بالكم الجمله دي المهمه جدا عشان الناس اللي بتصفي حسابات تقف عند الجمله دي ارجوها، وذلك بعد مراجعه لجنه الحكام التي اقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبه المخصصه للاعب الحاصل على بطاقه زي رمضان صبحي. ايوه كانت هتبقى برضه مباراه بالظبط، لان هو ما فيش تجاوز لا بالالفاظ ولا بالاعتداء ولا حاجه، مسكوا من ايده عشان بيكلموا، قالوا انا بكلمك. ايوه لدرجه ان الحكم نفسه توصيفه حسب ما جاء على لسان انه حوار لم يرقن الاساءه، هو لا هو رد فعل منطقي في الظرف ده، انا بتكلم وسيبته، قال لي انا بكلمك. أيوة. انا كابتن التيم وبكلمك. أيوة. اسمعني. أيوة. انا يعني ما ادالوش عقوبات، هل ما ادالوش عقوبات ده صح ولا غلط؟ لكن هو ده تقدير الحكم، ما انت ما مشيتش مع تقدير الحكم بقى. ايوه طب افرض ان تقدير الحكم غلط، يبقى كان لازم ينزله وعنده انذار تاني كان هياخد الكارت الاحمر، يبقى كان هيتوقف مباراه بالظبط زي وقت الكابتن رمضان صبحي. اذا المساله مساله يا جماعه، هو انتوا ليه عايزين الاهلي يتعامل بغلظه ويتعامل بقانون لوحده انه لازم يعاقب، لدرجه ان في حد يقول لك هو انا لما امسك اعتدي على واحد وامسكه من ايده اكتر ولا جذب السماعه؟ جذب السماعه جذب السماعه قال لك ايه ده جذب السماعه في اعتداء على السماعه، لكن انت كده اعتديت على البشر. طب ما انت اعتديت على الفانيلا مش على البشر، لان انت مسكتهم الفانيلا مثلا. ها اذا هنقعد بقى نلعب بالالفاظ، هو جذب السماعه دي اللي هي سلاح الحكم زي سلاح الجندي، الحكم بينزل مسلح بحاجتين، سماعه وصفاره. لو مسكت الصفاره ورميتها، ده اخونا الاستاذ احمد عفيفي قال لك اللي حصل يا جماعه فرجاني ساسي تم الاعتداء، اعتدى على السماعه فكان قرار ايقافه 8 مباريات. لا انما قفشه اعتدى على الانسان، بس في نقطه كانت العقوبه الانسان والسماعه. هو خد بالك، هو سند على ان السماعه ما كتبتش تقرير. هو اعتدى على السماعه وكان متوقع ان السماعه ما كانتش سامعه تقرير، وكان السماعه دي كانت محطوطه على الترابيزه ملهاش صاحب. يعني هو ده بقى محاوله برضو التاثير على مجريات الامور على انه الاهلي اتجامل، ويعني زي ما اشار المهندس عدلي السماعه كانت في ودن الحكم، الشرط يا سيدي لابسه الحكم، لو انا اللي قدامي ده شرط محطوط في كيس رميته اعتديت على الشرط مش كده؟ طب لو الشرط لابسه الحكم ها وشديت الشرط اسأت للحكم ولا للشرط؟ والفانيلا السماعه دي لو انا مسكتها ورميتها وهي محطوطه هنا تقول لي السماعه، انت تقصد تستهين لكن الحجم. لكن لما يوجه لفظ للحكم ويكتبه يعني ايه؟ يعني لما يعني هو سد الحكم شد السماعه ووجه لفظ للحكم كمان. فتم تغليظ العقوبه وفقا لكده، وده اللي ورد في تقرير الحكم وقتها. هل يتم القياس عليه على انه
ازاي الشناوي ده حصل معاه؟ خلينا ما نروحش بعيد.